ready ready خد تمام جعفر زي سوي السيت اب مالك جعفر جعفر سيت اب هذا لازم هذا لازم اوكي شوف اللعبه عباره عن ان احنا اشرار هم الفيلنز مالت ديزني فانت كابتن هوك برنس جون ارسلا خلود جعفر خلود جعفر ماليفيسنت شلون طريقه اللعبه نختار اول لاعب خلينا نقول مثلا ان انا اول لاعب ما اخذ ولا باور بوينت ولا باور توكن بعدين الثاني لاعب راح تاخذ ون بعدين الثالث اللي هو بليله ياخذ اثنين خلود رابع اثنين وهذا ياخذ ثلاثه باور بوينت من اخر واحد أيه. اوكي طريقه اللعبه سهله بدورك تسوي ثلاث اكشنات اول اكشن تحرك شخصيتك اي مكان طب البورد كله هذا اسمه الرن مالك عالمك الاماكن هذه اسمها لوكيشن فاول اكشن لك تحرك لوكيشن بعد ما تحرك على لوكيشن اي مكان تختار لا لا اي مكان تختار بعد ما تروح هناك تسوي الاكشنز السيمبلز الموجودين هنا على كيفك مو شرط تسويهم كلهم انت تختار اي دور تسويهم شنو الاكشنز الموجودين كاهم هني في اول واحد جين باور تاخذ باور على الرقم الموجود ثاني واحد بلاي كارد تلعب كروت من يدينك تدفع سعرهم طبعا موجود على الكروت في شغله اسمها اكتيفيت في بعض الكروت فيها العلامه هذه اللي هي اكتيفيت لازم تدفع سعر لها عشان تسوي لها اكتيفيت بعدين في شغله اسمها فيت فيت هذه الطريقه اللي نطق بعض فيها شلون تصير فيت لما تروح على الفيت تختار الفيت تختار واحد تسحب كرتين من الفيت دك ما تاخذ الفيت دك هي اللي هم الهيروز مال العالم هذا فمثال يعني عندك هنا عندك بيتر بان جعفر عنده الادن عنده جيني ما ادري منو هذه مالفيسنت ارسل عندها ليتل ميرميد مثلا فتسحب كرتين تختار من عندهم واحد تلعبه اي مكان فوق هني فالهيرو اللي يلعب هني راح يغطي الاكشنات الموجوده على بورده اخرى طبعا فاللي تلعبه يغطي الاكشنز اللي عنده اوكي والثاني يروح ديسكارد بايل تمام هذه قلنا الفيت طبعا اذا نلعب خمس لاعبين اذا خمسه او سته اذا احد سويت له فيت تعطيه توكن الفيت ما حد يقدر يسوي له تارجت الا لما تسوي تارجت حق احد ثاني هذه بس في خمسه او سته اشخاص في الكرت هذا اسمه موف ان ايتم اور الاي الالايز مالتك يلعبون تحت الاشرار اي فلما تسوي له موف يموف تو ذا ادجيسنت لوكيشن مو على كيفك يا مكان تو ذا ادجيسنت لوكيشن اي اللي تحتها موف هيرو نفس الشيء بس بكروت الفيت اللي فوق تحركه واحده واحده مثال لاعبك انت لازم عندك بيتر بان ولازم هذه مبطله فبيتر بان على اساس تحركه تحركه واحده واحده فاحنا اذا سحبنا الفيت وحطينا بيتر بان عندك نحاول نحطه هنا على اساس تحتاج انت اكشن 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 ايوه اي عشان شيء تحتاج انت بتحرك بيتر بان فاكشن اكشن بس عندك كروت هنا تساعدك انك تسوي مولجن فور بيتر بان تمام تحط لي يعني يعطيه عافيه اي اذا نحطها هنا افضل شيء ما نقدر نحط هذه مقفله طبعا هذه مقفله ما نقدر نحطها نحطها مو شرط نحطها اه يعني خلاص اذا حركه من غير ما افتحها مو انت تحركه احنا نختار وين نحطه اللاعب اللي يسوي عليك فيت تختار وين حطيته هني إيه؟ انا بحركه اي حركه هني ما في مشكله بس ما السمبل موجوده هني اي انت لازم تحركه عشان تحرك هذا السمبل عموما بعد الموف هيرو عندنا الفانكوش لما تروح الفانكوش هني تسوي الفايت اللي هو الالايز مالتك يطقون الانميز اللي عندك الالايز عليهم باور والانميز عليهم باور لازم ايكوال اور مور على اساس تذبحها بس ها اذا الالاي مالك ذبح الانمي اثنينهم يروحون الديسكارد بايلز مالتهم الانمي يروح للفيت ديسكارد بايل الالاي يروح للديسكارد بايل مالتك بوت ديكس اذا جيت تسحب من عندهم ما كان فيها ولا كارت تسوي شفل وتسحب من جديد بعد ما نقش اخر واحده عندنا ديسكارد كاردز تقط عدد الكروت من ايدك على قد ما تبي في الديسكارد ليش تسوي كذي لان النهايه اخر اكشن اللي هو الاكشن الثالث تسحب اب تو 4 فيعني اذا انت مناقص مثلا من كروتك تسحب لي هذه طريقه انك تسحب بس هذه اللعبه